انا بقول ان انا كراجل بورسعيدي وشفت يعني ايه تهجرت 56 و67 و73، يوم حد يدعي يقول ده بيطالب بالتدخل الدولي، كلام غير مصدق وغير موضوعي وغير حقيقي. لان اللي شاف التدخل الدولي في العراق وفي ليبيا يعرف ان التدخل الاجنبي ده، وانا بقول وبوضوح شديد جدا ان سيناء بتتعرض لمؤامره دوليه خطيره جدا يشارك فيها اطراف كثيرين، ويجب ان احنا نتنبأ ان المؤامره كبيره، واذا لم يقف المصريين جميعا في اصطفاف حقيقي وفي صف واحد لمقاومه هذا الخطر الداهم، اسرائيل وامريكا بتلعب في المنطقه دور من اخطر ما يكون. فمش ممكن نسلم القط مفتاح الكرات، ده مساله يعني الف به حد يقولها يعني. فانا بقول لحضراتكم انه نحن جميعا مصطفين اصطفاف واحد وراء القوات المسلحه وراء الشرطه، وانه يجب ان احنا ندعم هذه المواقف بقوه، وانه مصر سوف تنتصر، ومحنا متمسكين بوحده الاراضي المصريه، وما فيش حد هيستطيع ياخد مننا شبر واحد. أنا بتمنى لكم كل الخير بمناسبة نهاية شهر رمضان والأعياد، وكل سنة وانتم طيبين.